اهلا بحضراتكم من جديد كابتن. يمكن تاريخ كبير. انا يعني سعيد جدا بالحاجات دي، لان انا الواحد في حياته ما بيحضرهاش. يمكن الواحد عشان بيشتغل على طول وما بيبصش للحاجه اللي بتحصل، فالحاجه دي بتخليه يعني بيحس ان هو يعني قبل بلاء حسن زي ما بيقولوا. كابتن حضرتك يعني شهاده الناس فيك تكفيك حبيبي. ويمكن اقول لحضرتك حاجه جميله، يمكن انت خضتنا عليك جامد. خضتنا عليك خضه جامده يعني، وانت كنت يمكن عايز تعرف معزتك عند الناس ايه. يمكن انا بس اعرف الساده المشاهدين، كابتن وائل طبعا تعرض لازمه صحيه شديده، يمكن من 5 6 شهور كان بدا انتشار كورونا فيروس كورونا. هو لقط يا عيني الدور في الاول، حالته اتدهورت جامد جدا كابتن وائل، وانتقل لطبعا العنايه المركزه واتحط على جهاز التنفس الصناعي لدرجه انه خض كل محبيه. والحقيقه السوشيال ميديا اتقلب عشان خاطر الكابتن وائل، وانا واحد من الناس كنت متابع يوم بيوم حالته الصحيه ايه. فكابتن يمكن كلمنا عن والله انا يعني كان في رمضان الموضوع ده تعبت جدا، ابتديت اتعب الاول للاسف. انا افتكرت ان هو دور برد عادي فما اهتمتش. الدور يعني دخل على الرئه، ابتديت اروح المستشفى. كانت حراره عاليه اكيد طبعا يا كابتن. كانت حراره عاليه وكان في تكسير في الجسم، الاعراض بتاعه الكورونا. بس انت عارف حضرتك احنا كرياضيين بنحس بايه، نقاوح شويه. بندوس بندوس وكمل. للاسف اوحت، جاء على حساب صحتي، دخل على الرئه، جالي جلطات، اتحولت على مستشفى الشرطه. من مستشفى الشرطه رحت المركز الطبي، قعدت فتره في العنايه المركزه فتره كبيره. انا بشكر الناس اللي كانت واقفه في المستشفى. قعدت حوالي شهر. بس انا بس عايز اوصل الساده المشاهدين قد ايه شهر في العنايه المركزه. شوفوا الخطه يعني اللي الناس شهر بين العنايه المركزه والغرفه. قعدت فتره كبيره. بشكر الناس كلها اللي وقفت معايا والناس اللي دعت لي. بشكر طبعا يعني انا مش عايز اقول لك، انا طبعا انت عارف وليد اخويا يعني مدير قطاع دلوقتي، ماسك مدرب عام ومدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طبعا تعب. انا بالمناسبه زوجتي جالها كورونا، وطبعا انا بشكرها، تعبت معايا قوي. ولادي جالهم كورونا، وليد جاله كورونا، ولاده جاله كورونا. انتقلت المرض عادي، بس انا طبعا يعني انا كنت زي ما بقولوا كده خدت الاوريجينال يعني خدت الدوز هم خدوا الكوبي انا خدت الاوريجينال. تعبت يعني الحمد لله. الموقف ده فيه طلعت زي ما بيقولوا كده دروس مستفاده. طلعت ان انا حسيت ان انا ناس كتير قوي يعني بقول لحضرتك انت دايما قبل لما بتكون انت قلت كلمه عجبتني من شويه، احنا كنا بنتناقش قبل الهوا، ما بتحسش بقيمتك غير ما بيحصل لك حاجه وتلاقي الناس بتسال بعد عمر طويل. فيعني ربنا يا رب يشفي الجميع، وربنا يا رب يحافظ على الناس كلها. بشكر جدا جدا طبعا والدتي وليا اخ ثالث اسمه وسام. انا الناس دي يعني انت حضرتك بتقول شوف انت يعني يمكن يا هيثم ما بنقابلش بعض كتير، بشوف انت كنت قلقان ازاي بتقول لي انا يوميا. انت تخيل بقى الناس اللي قريبه مني بقى الناس اللي اقلب عشان اخد اي خبر عنك. لا الموضوع كورونا موضوع صعب. موضوع يا رب يا رب يا رب ما يسيب حد تاني، ويا رب الناس كلها ما تجيلهاش المرض. مرض وحش. خلينا نقول ان برضه الدوله المصريه اتعاملت بحرفيه طبعا الحمد طبعا لله. طبعا احنا دلوقتي تحت السيطره الحمد لله، مختلفه تماما. حتى احنا واحنا لما كان في برضه في عز الازمه ما كناش زي اوروبا وزي امريكا. لا الحمد لله، ويا رب كده تبقى على طول الناس كده عرفت معزتك خلاص يا كابتن. طب خلاص ما تعيش تاني بقى لو سمحت.